still see your shadows in my room. I can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Easier said than done, I thought you were. أحبائي سعد صباحكم. صباح النور. صباح الخير. أتمنى يلقاكم صوتي بأحلى أوقاتكم. بونجور تول موند. هيد وورلد. بونجورنو. أوزيو اليوم ظريف. حبيت نضحك شوية معاكم. اليوم الأوديو اليوم سنكشف فيه عن الكاذبين. هو في الحقيقة كلنا نكذب، ولكن أسباب الكذب تختلف من شخص إلى آخر. بالإضافة إلى ذلك، هناك كاذبون مرضيون، سكنابير لو مونتور باثولوجيك، يعني هي باثولوجيا مرض. وهناك الكاذب اللي يكذب مثلا حتى يخفي شيئا ما عنك حتى لا يجرحك، أو يكذب حتى يخبي عليك شيء يجد أنه لا ينبغي أن تعرفه أنت لأسباب ما، يعني نقولوا عليها مثل ما نقولوا كذبة بيضة. هناك كذب أسود وكذب أبيض. الكذب الأسود أو الكذب الكبير هو الذي يكذبه الشخص المريض، والشخص المريض لا أمل منه، يعني في قليل نادرا من يتشافى الشخص الكاذب، نادرا يبقى يكذب طيلة حياته. وفي الغالب هو يكذب على نفسه قبل أن يكذب على الآخرين، يعني هو يكذب على نفسه ويكذب على الناس، لأنه مثل ما قلت لكم هو عنده باثولوجي، يعني عنده مرض. هذا يسموه الكذب المرضي، وهذا في الغالب لغته الجسدية يعني واضحة جدا، يمكن لأي إنسان أن يكتشفها أو أن يحللها. وعندنا الكذب، الناس تكذب أحيانا، وهي في الغالب يعني الناس أنا أصفها بالسوية، يعني ناس صادقة، ولكن توقع أحيانا في الكذب نتيجة لأمر ما، يعني أمر كما نقوله مؤقت. أوكي، أول شيء نبدأ بها أوديو هو تمرين ظريف صغير حبكم تعملوه الآن وانتم تسمعوا فيها. وخلوا النتائج عندكم. التمرين هو أن تكتب حرف الكا، حرف الكا كما كمال مثلا على جبهتك. يلا جو، 1 2 3 اكتبوا بصبعك بينصر، مش بقلم أسود. إذا كتبت الحرف هذا للخارج، يعني عملت الإشارات، إشارات الكا، أنه أنا اللي مقابلاتك نقدر نقرأ الكا، فأنت إنسان صادق، أو بالفرنسية نقول عليك إنسان إكستخافيرتي. معنى ذلك أن حياتك أو أن كلامك في الغالب صادق، وأن حياتك في الغالب شفافة، يعني إنسان ما تخبيش لنفسك أي شيء، حتى ولو كان الشيء هذا يضرك راح تقوله يعني. وإذا كتبت الكاء من الجهة الأخرى، يعني على حسب نقوله أنت، على حسب أنت سلوكك تستعمل يدك اليمنى ولا يدك اليسرى، ولكن في كل الأحوال إذا كتبت الكاء من الجهة اليسرى، يعني دي صوت كو الإنسان ما يقدرش يقراها كا، فهمني اللي مقابلك ما يقدرش يقراها، فأنت إذن إنسان انتروفيرتي، يعني إنسان تحبي تخبي، تحب أو تحبي تخبي، تخبي يعني تخبي أمورك، تخبي حياتك. وهذا لا يعني أنك إنسان كاذب أكيد، ولكن أنت إنسان انتروفيرتي، إنسان باطني، يعني ما يحبش يخرج أموره، ما يحبش يحكي على أموره، على حياته إلى آخره. وقيسوا على هذا كل الحروف، أنا أعطيتكم مثال فقط، أي حرف. بالعربية شوية صعب التمرين، لأنه العربية في الغالب باينة، يعني تكتب با باينة، با تكتب تا باينة تا، وهذا جمال العربية، شفتوا؟ طيب اليوم رح نعطي لكم أولا الأسباب العلمية اللي تجعل من سكونابيلا سينرغولوجي، اللي هي علم يدرس، يعني نحن عندنا في كندا الانستيتيود دو سينرغولوجي. سينرغولوجي هذه هي ما هي؟ هي لغة الجسد،
يعني هذا علم يدرسوه مثلا رجال الشرطة، رجال الدرك، سياسيين كذلك إلى آخره. ولعل أطرف قصة حدثت في السيناغولوجية هي اللي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية، لما رجال الـ FBI كانوا يستجوبوا في بيل كلينتون حول عشيقته مونيكا، فلمس أنفه ما يقارب 26 مرة. هذا كان أكبر دليل على أنه يكذب. يعني في كل حواراته الصحفية وحتى حواراته مع الناس هو شخص متزن في الغالب، يعني لا يلمس أنفه أو وجهه أو فمه اللي هي كلها إشارات تعبر عن كذب الإنسان. ففي حواره أو في استجوابه حول مونيكا كان لمس أنفه 26 مرة، تصوروا، في حوالي 11 دقيقة. طيب، هناك تقنيات كثيرة باستطاعتنا أن نستعملها لنكتشف اللغة، لغة الكاذب. اللغة الكاذب ما هو؟ الكاذب هو قول شيء غير حقيقي أو قول شيء من أجل خداع الآخر. نحن نحب نخدعه إنسان ما فنقول له شيء خاطئ أو شيء كذب. والكذب مثلا في العلاقات ما بين الرجال والنساء يعني أحيانا يكون مشكلة، يعني ممكن تبقى امرأة مع شخص كاذب للكثير من السنوات وهي تعتقد مثلا أنه يقول الحقيقة، يعني ولو عندها شوية سيناغولوجي هذا المرأة تقدر تكشف كذبه من السنوات الأولى أو على الأقل من الدقائق الأولى، متزوجش به تماما. طيب، أهم إشارة نبدأ بها على الكذب، ونحن نعطيكم أسبابها العلمية أكيد، لأنه فيه نشاط عصبي الإنسان. يعني أثبت العلم اليوم أن الإنسان لما يكون واقع تحت ضغط، والكذب هو ضغط، الكذب ما هو؟ هو ضغط عصبي. يعني أنت لما تكون تحت ضغط عصبي ما تضطر إلى تغيير الحقيقة، وأحيانا ما فيش حتى اضطرار. الكاذب المرضي لا يضطر، يكذب وخلاص، يكذب كما يتنفس. يعني هذا تقول له مثلا ماذا طبخت للعشاء؟ لا أدري، أنا هو طبخ كذا، رح يقول لك كذا، هكذا وخلاص. هو يحب يكذب، يعني هو كاذب بالفطرة، نقدر نقوله في الجينات. استنسخ فيه واحد كذاب أو واحدة كذابة. طيب، أهم إشارة رح نبدأ بها هي حك الأنف. وحك الأنف في إشارات كثيرة رح نعطيكم معناها فيما بعد الآن، يعني في سياق الحديث، ولكن هذه أول إشارة مثل ما قلت لكم اللي قام بها بيل كلينتون ويقوم بها كل الناس الكذابين. كل إنسان يكذب يقوم بحك أنفه. وممكن تقول أنت كمستمع الآن أنا عندي ألرجي نحك أنفي، وأنا مريض نحك أنفي، ولكن لما يكون عندك ألرجي أو عندك مرض أو ما شابه، هناك ظواهر كثيرة تجتمع في نفس الوقت، مثل مثلا احمرار العين، انسداد مدمع العين، أو انتفاخ مدمع العين إلى آخره. الحركة هذه سببها دغدغة، يعني دغدغة في الأنف. يعني لما يكون الإنسان يكذب المخ يسيطر عليه أكيد، لأنه هو بصدد ما يسمى بالكوميونيكاسيون فيربال، اللي هو راي يتحدث، ولكن فيه ما يسمى بكوميونيكاسيون نون فيربال اللي هي حديث غير كوميونيكاسيون نون فيربال، حوار غير لغوي، حوار غير لغوي. هناك حوار غير لغوي أو تواصل غير لغوي يسيطر على جسمه في الوقت الذي يكون يكذب فيه، أوكي؟ والنشاط العصبي، النشاط العصبي المفرط هو اللي يؤدي إلى حدوث حركة دموية أكبر من المعتاد. حنقول لكم لماذا الآن، على مستوى الوجه، على مستوى الرأس يعني بصورة عامة. هناك إشارات كثيرة مع هذا حك الأنف، رح نعطيها لكم كلها الآن، نعطي لكم أسبابها أو تفسيراتها، أوكي؟ ولكن مثل ما قلت لكم في الغالب، يعني إذا شفتوا مثلا إنسان عنده عينه مثلا منتفخة أو مدمع العين، يعني النقطة هذيك أو العصب اللي تخرج من المخرج، مش العصب، المخرج اللي يخرجوا منه الدموع، شفتوه منتفخ نوعا ما، يعني يبان الإنسان المريض،
إنسان عنده ألرجي يبان، لما تشوفه يبان مثلا أنه إنسان مريض، فهذا ما تحكمش عليه أنه كاذب فيما يقول، لأنه بكل بساطة هو عنده مرض. ولكن في الغالب إذا كان هذا الإنسان يبان لك طبيعي وكانت عليه الإشارات التي سأذكرها لك الآن، فمعنى ذلك أنه كاذب. إذا قلت أول إشارة هي حك الأنف، سواء من الجهة اليمنى ولا من الجهة اليسرى أو فوق الأنف. فوق الأنف في الغالب هي فضول وحيرة، ولكن هي كذلك تدخل ضمن إشارات الكذب، لأن الشخص اللي يحك أنفه في الغالب هو يحضر ما يقول. وفي كذلك حركات العين، حركات العين كذلك تدل على الكذب. يعني إذا كانت حركة عينك أثناء الحديث نحو اليمين، فمعنى ذلك أنك تتذكر شيئا حقيقيا، ما يسمى بالمعرفة المبنية لانفورماسيون كونستخويت، يعني أنت تحاول استرجاع شيئا ما عشته. أما إذا كانت حركة عينك إلى الفوق إلى اليسار فأنت تكذب. معنى ذلك أنك تؤلف. تؤلف قصة. لماذا تحدث هذه الحركات؟ بالنسبة للأنف، إذا حك الإنسان لأمامك يتحدث معك أنفه على اليمين، فهو عنده مشكلة مع، يعني مع علاقته هو بصورته، هو كشخص بروحه، هو كشخص، يعني هو عنده مشكلة في علاقته معه هو، وهو يحاول بين قوسين أن يجمل أو يغير من الصورة التي يطبعها عند الآخرين أو الصورة التي يريد تصديرها للآخرين. إذا حك أنفه على اليسار فمعنى ذلك أنه يكذب في علاقاته مع الآخرين، يعني هو يكذب يحكي شيء أو يكذب حول شيء يتعلق بعلاقته مع الناس أو علاقته بالآخرين. وإذا عمل ما يسمى لو باسمون دوني، اللي هو أنك تمسك أنفك بيديك الاثنين، يعني tu te pince le nez plusieurs fois، يعني مرات كثيرة tu te pince le nez أثناء الحديث، تحكم نيفك وتشده بالإبهام والأصبع الآخر اللي بحذاه، السبابة أعتقد اسمها. فمعنى ذلك أنه أنت عندك مشاكل كثيرة مع نفسك، أو مشاكل كثيرة مع شخصيتك أنت كشخص. ولاحظوا هذه إشارة كذلك أنه ممكن الشخص يكون نرجسي، ردوا بالكم. يعني لما أنت مثلا تكوني مع رجل وتشوفيه يمسك نفسه أي في الحقيقة هو إمساك نفسك، هو كنترول، هو لأنه مخه في نشاط عصبي فهو يحاول يعمل كنترول على نفسه، فتنفلت منه إشارات من جسده. فلما قلت لك تشوفي رجل يمسك أنفه بصورة كبيرة أو متكررة أثناء حديثه معك، فمعنى ذلك أنه عنده مشاكل كثيرة مع نفسه هو هذا الشخص، فابتعدي عنه، لأنه في إمكانية أنه يكون شخص نرجسي، شخص مش مليح، طاقته سيئة. يعني تنتج هذه الحركات على الوجه نتيجة شحنة، نتيجة، وهي في الحقيقة نحن نقوم بها، هذه الحركات كل الناس تقوم بها، ولكن الكاذب يقوم بها بصورة كثيرة. تنتج، قلت، هذه الحركات لتخفيف أو التنفيس. يعني المختصين النفسيين يقولوا أنها تخفف من الشحنة الكهربائية الناتجة عن نشاط بعض النورونات في المخ. يعني هي أنت تقومي بهذه الحركة حتى تخففي من نشاط أو من الشحن الكهربائية اللي تجي لوجهك أو لراسك من جراء بعض النشاط المفرط في بعض النورونات. توقفت الموسيقى. نتيجة ماذا؟ نتيجة الحمل العاطفي، تكون أبيل إنشارج إيموسيونيل. يعني كل ما كان الحمل العاطفي أكبر، كل ما دماغك بعث بكهرباء أكبر، وكل ما قمتي بماذا؟ قمتي بحك أنفك أو وضع اليد على الفم، هي إشارة أخرى كذلك، وهذه كذلك عندها سبب طفولي جاي من الطفولة، أو آبائنا لما كنا صغار كانوا يعملوننا هذه الحركة حتى يطلبوا منا أننا نسكتوا، يعني فهذه الحركة إذن باقية عند الراشد، ولكن هو لا يستطيع أن يقوم بها أثناء حديثه مع شخص ما. يعني هو ما يقدرش يحط يده على فمه مثلا،
أو يديه أو أصابعه على فمه أو ما شابه، فماذا يفعل؟ فيبدأ الحركة ويتوقف عليها، فيقرب يده إلى فمه ثم يتوقف عليها، وهذا كما قلت لكم كله نتيجة حمل عاطفي معين. يعني الإنسان يخفف من الحمل العاطفي اللي يعاني منه بهذه الحركات. كذلك لو كلينيمون دي زيو، يعني أن ترمش، أن يرمش الإنسان كثيرا، كذلك هذه من علامات الكذب، وهذا معناه أن مخك كذلك يرسل إشارة يأمرك بصورة لا واعية. من المفروض العين ترمش كل 10 ثواني يعني كأقصى تقدير، ولكن إذا شفت الإنسان يرمش يعني كثيرا فهذا معناه أنه مخك يقوم بهذه الحركة أو يرسل هذه الإشارة للعين حتى يخفف من النشاط العصبي. وست ريغولاتور في الحقيقة، يعني ريغولاتور إلكتريك يعني بالعربي منظم، منظم، أي كما الريغولاتور دو فيتاس، هو منظم للسرعة، ولكنه يفشل لما يكون الإنسان يكذب لأنه لا يقول الحقيقة الإنسان هنا. فإذا يبعث المخ كذلك بهذه الشحنات الكهربائية، مما يؤدي إلى أن الإنسان الكاذب يبقى يرمش أمامك بصورة كبيرة، because he is stressed، هو واقع تحت الضغط، تحت ستريس. من العلامات كذلك للكاذب أنه حدقة عينه تكون ديلاتي أو كبيرة، وهذا بسبب إفرازات يفرزها المخ يسموها ليفازو ديلاتاسيون. ليفازو ديلاتاسيون هذوما هي مواد يفرزها المخ حتى كذلك يخفف ستريس، ستريس الكذب عن الإنسان، لأن الإنسان لما يكذب يخاف، كذلك يخاف نوعا ما أن يكتشف الإنسان اللي قدامه أو الإنسان اللي بحذاه أنه يكذب، فهذا ينتج عليه كذلك زيادة في نشاط القلب، نشاط الدورة الدموية إلى آخره. وكل هذه النشاطات هذه هي اللي تعطينا هذا الدغدغة في الأنف، وتعطينا هذه الرغبة في تحريك الأيادي، تعطينا أننا نرمش كذلك كثيرا إلى آخره، تعطينا حركات يعني لوكاليزي، ممنطقة يعني في مناطق معينة من الوجه. ومن بعد لما تنزلوا للجسم توجدوا الايدين، الجستيوال تاع الايدين، يعني الايدين يتحركوا بصوره كبيره، لانه يعني الانسان ما عندهش كنترول على نفسه لما يكون يكذب، فبالتالي جسمه يعمل بصوره صادقه اذا صح هذا التعبير. واخر اشاره هي ما يسمى ليسوفلمان او نقص اللعاب. نقص اللعاب هو نفس الإحساس اللي يحصل لك لما تكون عطشان، ينقص لعابك في فمك، وهذه الظاهرة بين قوسين تحدث نتيجة سببين، يعني كاين أسباب أخرى، هذه الظاهرة هذه تحدث نتيجة أسباب أخرى كذلك. هذه الظاهرة قد تحدث لما يكون فيه انجذاب جنسي كبير بين شخصين، يعني أنت لما تكون جالس أمام مثلا، نفرض مثلا أنك رجل وتتحدث إلى امرأة تجذبك جنسيا فراح تحس بالعطش. نفس الشيء بالنسبة لكم، كي يقولوا لي النساء وحنايا أين نحن من حديثك، نفس الشيء بالنسبة لك أنت كامرأة، إذا حسيتي بنوع من نقص اللعاب في فمك وأنت تتحدثين مع رجل ما، فهذا معناه أنه يعجبك فيزيائيا، يعني أنك عندك انجذاب جنسي ناحيته. في الغالب الشخص الكاذب في سلوكه يظهر أنه كاذب، يعني لما مثلا زوجك يكذب عليك وتتهمي أنت تقولي له أنت تكذب عليا، سيثور غضبه، يعني يبقى يدافع، ما يدافعش على نفسه بالحقيقة، يقلب عليك الطاولة. يقلب عليك الطاولة ويقول لك مثلا لا الكلام هذا مش صحيح، ومنه كيف تتهميني، فهذا معناه أنه يكذب. لماذا؟ لأنه بكل بساطة يريد أن يحصل على تعاطفك، يحب يخرجك من حالة الاتهام إلى حالة التعاطف، أوكي؟ فيشعرك بالذنب، يقول لك أنت ظلمتيني وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا.
طيب آخر شيء كذلك، الإنسان الكاذب في الغالب لا يستطيع أن يرى في أعين من يكذب عليه، يعني ما يقدرش ينظر له في عينيه، وإذا انظر له في عينيه يعني وبرق له مثل ما يقولوا، كبر عينيه قدامه وهو يتحدث لي إليه، فهذا معناه أنه عامل كنترول على نفسه وعلى عواطفه، يعني he is like هو في الكنترول، هو مش في العفوية، هو مش في الصدق، لأن يعني الإنسان لما يكون صادق يكون في حركات كثيرة ممكن نعملكم عليها أوديو على الصدق، ولكن أكيد أن الإنسان اللي ينظر لك بصورة يعني وهو يفتح عينيه مثلا يحدق فيك ويحكي لك قصة وهو يعني يفكر أحيانا، فمعنى ذلك أنه يكذب، ولكن هذا كاذب محترف. هذا كذاب محترف، يعني يعرف وش راه يعمل، يعني راه يكذب وعامل كنترول في نفس الوقت على عواطفه وعلى لغة جسده، وفي نفس الوقت يعني أنه عنده عقل قوي، لازم تخافوا منه هذا الرجل أو هذه المرأة، معناها أنه كاذب محترف وزيد عنده عقل قوي، لأنه العقل القوي هو اللي يعمل كنترول على الجسد، أما العقل الضعيف ما يقدرش يعمل كنترول على الجسد. تحياتي لكم، سألقاكم في أوديو آخر، ما نعرفش وش نعمل، ولكن الشي اللي يجيني في ذهني راح نسجله. شفتوا الجنون؟ هذا هو إفراغ الطاقة. يلا مع السلامة.